الجمهور المغرب جمهور اعطاني الكثير و و و و و و وشجعني و و و و ومن علي بحبه وتقديره ووده واحترامه. وانا ادين للمغرب وشعب المغرب حكومه وملكا وشعبا بكل العرفان وكل الحب اللي انا لقيته ببلدي الثاني وطن المغرب ووطني الثاني مغربي الحبيب. حاضر من عينيا. وزي الهوى يا حبيبي زي الهوى وقام الهوى يا حبيبي قام الهوى يا حبيبي زي الهوى يا حبيبي زي الهوى ترى وقام الهوى يا حبيبي قام الهوى يا حبيبي. مساء الخير. انا سعيد جدا 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 بمعرفة حضرتك وانك انت اتحت لنا الفرصة انا واخويا الاستاذ عبد اللطيف السعيدي المؤلف الغنائي والشاعر الغنائي الكبير بالمملكة المغربية وطني الثاني. محمد حمودة مطرب مصري مقيم بالمغرب وما بين المغرب ومصر. انتمي لأسرة الفنان الراحل الغائب الحاضر الأستاذ عبد الحليم حافظ. من كتر عشق الأستاذ عبد الحليم رحمة الله عليه وحبه للمغرب أحببت المغرب وجئت إلى المغرب ولقيت في المغرب كل الحب والود والترحاب والعطف والحنان من أخوتي وحبابي وأصدقائي بوطن الثاني مغربي الحبيب. كان لي الشرف أنه أنا خلال هذه الفترة تعاملت مع كبار عدة ملحنين كبار وشعراء كبار في المملكة المغربية، وكان لي الشرف والسبق أنه أنا غنيت على الجوق الملكي تقريبا 8 قطع غنتهم على الجوق الملكي، بداية من الأستاذ الموسيقار موسيقار الشعب اللي أنا بسميه موسيقار الشعب الأستاذ الفنان عبد الله عصامي الفنان الجميل الطيب القلب الأب الحنون بالنسبة لي، الأستاذ أحمد عواطف رئيس الجوق الملكي، الأستاذ المهندس مهندس الألحان اللي أنا بسميه مهندس الألحان أستاذنا الكبير الموسيقار حسن القدميري، الأستاذ عبد العاطي أمنا، الأستاذ الموسيقار الشاب الجميل أخي وصديقي وحبيبي الأستاذ جمال الأمجد، الأستاذ عزيز حسني وعدد آخر من الملحنين كثر يعني وشعراء كثيرون. فكان لي الشرف أنه أنا غنيت قطع المناسبة في عيد العرش وعيد الشباب لصاحب الجلالة المغفور له ملكنا الحسن الثاني نصره الله. فأنا بشكر ربنا الحمد لله أنه أنا أتيحت لي الفرصة وأخذت حظي في المغرب، والمغرب أعطاني بالزاف الحويج وأعطاني بالزاف التقدير والترحاب، ويعني ما نقول لكش الحب اللي بيني وبين أخوتي وأصحابي المغاربة عشق لا ينتهي، عشق يدوم إلى الأبد كما كان للأستاذ عبد الحليم رحمة الله عليه. فالمغرب بلد جميل، بلد طيب، بلد معطاء، بلد كريم بأهله وناسه، مضياف حنون عطوف يعطف على كل من أتى إليه من الشرق. المغرب بلد طبيعة خلابة، ربنا ينصر ملكنا محمد السادس. يعني أنا من 30 سنة تقريبا وأنا في المغرب، المغرب يتطور كثيرا، تطور كثيرا في 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 عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الملك الشاب الملك الهمام نصره الله ورعاه وأيده وحافظ ولي عهدنا مولاي الحسن
وجميع أفراد الأسرة العلوية. فمن حبي للمغرب غنيت للمغرب. الأستاذ أخي وصديقي وحبيبي الأستاذ عبد اللطيف السعيدي عرض علي فكرة، تلقينا في مجمع من المجامع الفنية يعني في تظاهرات فنية، وقال لي ليه ما اكتبلكش بالمصري؟ قلت له يا سيدي شرف كبير لي انك انت تكتب لي بالمصري وانا اغني، يعني كانت اول مرة ان هو هيكتب بالمصري، فاسعدني. فقال لي طب انا اعمل لك مفاجأة حلوة. قلت له يلا وريني. ففاجأني بهذه القطعة طبعا في ظل كورونا والركود اللي احنا فيه كفنانين، و يعني ربنا يرفع هذه الغمة علينا وعلى جميع العالم بأسره يا رب العالمين، وأن تزول هذه الغمة على خير إن شاء الله. وبنشكر صاحب الجلالة محمد السادس أنه دائما ما كان يرعانا كفنانين وأدعمنا كثيرا يعني. فكل الشكر والتحية والحب لصاحب الجلالة ان هو كان دائما في خلف الفنانين وفي ظهر الفنانين وداعم للفنانين، فكل الشكر ليه. فلما عرض عليا الفكرة فقال لي انا عامل لك مفاجأة حلوة. قلت له شنو هي؟ قال لي قطعة بالمصري. فلما سمعني عجبتني بالزاف، كلام تحس انك انت قاعد على ضفاف النيل، فهمتني؟ حاجة يعني كلام سهل ممتنع. كلام بيقول 2000 سلام للمغرب، أجمل تحية للمغرب، فيه الناس طيبين، كرماء أصلة، شعب عظيم، وبملكهم فرحانين، 2000 سلام للمغرب. من مصر العربية بقدم أغلى تحية لإخواتي وحبايبي هنا في المغربية. كلام جميل، كلام يتغنى يعني. فلقيت نفسي بأخذ الكلام وبلحنه، فهمتني؟ فلقيت نفسي بلحن الكلام فسمعته، قال لي يا سلام لازم تلحن وتكمل الاغنيه. فكملت الاغنيه، فان شاء الله بصدد الانتهاء منها، هي من توزيع شاب جميل جدا موسيقي جميل الاستاذ زكريا. ان شاء الله اتمنى ان هي تنول اعجاب كل اخواتي وحبايبي في المغرب. لا تفضل شيء، تقدر تسمعنا شيء مقطع من هذه؟ قبل ما اسمعك مقطع، انا كان ليا بدام انت يعني بعمل بطاقه فنيه عن نفسي، انا الحمد لله يعني لما جيت انا برضو كان ليا في مصر غنيت لكبار الملحنين في مصر، كان تبناني الاستاذ الموسيقار احمد صدقي وغنيت له الحان. والاستاذ احمد صدقي ده كان شيخ الملحنين في الثمانينات 84 85، غنيت للاستاذ الموسيقار عزة الجهلي اللي هو كان والاستاذ محمود الشريف الموسيقار الكبير اللي هم كانوا عمالقه الفن في الاربعينات والخمسينات في الافلام، يعني كل الافلام الكلاسيك للاستاذ عبد المطلب والاستاذ كريم محمود وعبد العزيز محمود وفايزه ونجاة، كل المطربين دول كلهم تغنوا في يعني كل الافلام اللي هي اتعملت في الاربعينات والخمسينات كانت بالالحان هؤلاء الفنانين الكبار. فكان لي الشرف انه انا غنيت لكبار الملحنين في مصر، الاستاذ ابراهيم رأفت، الاستاذ حلمي امين كان نقيب الفنانين رحمه الله عليه، الاستاذ الموج الصغير. يعني الحمد لله حصلت على دعم فني غير مسبق في مصر وفي المغرب. فكان لي الشرف الكبير انه انا جلست فترة ما بين المغرب ومن مصر، فترة طويلة جدا اللي هي انا بتشرف بيها وبأسعد بيها بين اهلي وبلدي وحبايبي واخواتي في وطن التاني المغرب الحبيب. حاضر 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 عينيا. ألف سلام للمغرب، أجمل تحية للمغرب، ألف سلام للمغرب، أجمل تحية للمغرب، ترى فيه الناس طيبين، كرماء وصلاء، شعب عظيم، فيه الناس طيبين، كرماء وصلاء، شعب عظيم، وبمالكهم فرحانين، ألف سلام.
الشباب ألف سلام للمغرب أجمل تحية للمغرب ألف سلام للمغرب أجمل تحية للمغرب. شكرا جزيلا أستاذ المحترم. كل الشكر ليك يا حبيب قلبي. مش غنيش يعني انت ولا عبد الحليم حافظ بحال عبد الحليم يا حبيب قلبي ليا الشرف انك انت ليا الشرف انك انت تشبهني بالفنان الغائب الحاضر فناني المفضل وفنان كل الشعب العربي المفضل وخصوصا بالمغرب. هو العرب اللي كتجمع بين كلنا. هو ابن خالة الوالدة، ابن خالة ماما. تشار من النيل انت. الحمد لله الحمد لله. فاتمنى ان تنال اعجاب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. واحد الصيت واحد الصدى كبير لان اغنيه جميله وخارجه من الاعماق وحتى الكلمات ديال الاستاذ كانوا في المستوى وحتى الصوت في المستوى هذا غادي يعطينا واحد. ربنا يبارك فيك يا استاذ. شكرا. ربنا يبارك فيك. ايدي شاعر وملحن وصانع الملاحم المغربيه والعربيه هذا العمل اللي هو من كلماتي اللي كيف اتجا انني تلقيت بخويا وحبيبي وصديقي وعزيز على قلبي اللي هو خويا حموده. كنتلقاو دائما، حنا دائما كنتشوفوا دائما كنتلقاو، بيناتنا واحد الصداقه هذه تقريبا واحد 34 سنه. يعني بديت كنفكر انني ندير شي اغنيه مصريه ومع من غتكون ما غتكون الا مع اخي حموده لانه فنان يبدع في الغناء المصري وهو مصري. الور يعني بديت وعيط له وسمعته الطيمة الاولى وعجبته يا سلام، خذها من عندي باش يقراها ويشوف تحت تتضح لي هو اللي لحنها، هو اللي خذها وبدع فيها في اللحن ما شاء الله لانه فنان فنان وابن العواز العوام ابن الوز عوام كما علاش ان راه الكلمات ديالك راه كانوا في المستوى اللائق هذا علاش غادي تعطينا واحد الاكل